الحبيب الكريم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتواصل بتحديات هذا الصباح وبانطلاقه اشواط الفتره الصباحيه لسن الحقائق. تنوه اللجنه المنظمه لبطوله الكويت 16 على الاخوه الحاصلين على الثلاث المراكز الاولى ان يتوجهوا الى مختبر الفحص لاستلام الهجن الحاصله على الثلاث المراكز الاولى. تنوه اللجنه المنظمه لبطوله الكويت 16 على الاخوه الحاصلين على الثلاث المراكز الاولى ان يتوجهوا حاليا الى مختبر الفحص لاستلام الهجن الحاصله على الثلاث المراكز الاولى. الكلمه مع الزميل عبد الهادي حسين الوطيب. احييكم اجمل تحيه مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان وزمان، نعود اليكم اجمل التحايا بتحيه الاسلام. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ينطلق هذا الشوط السادس على التوالي للإنتاج المحلي، الشوط شوط مخصص لسن الحقائق. قعدان هي 4 كيلو مترات، هي المسافة المحددة والمخصصة من اللجنة المنظمة العليا. إذا مشاهدينا الكرام نذهب معكم مع هذه الانطلاقة مع أول المراكز. هنالك رعد تعود ملكيته عسيلان بن فهد بن صقر العسيلان، هو المتصدر والمتزعم لزمام هذه الأمور الغفيرة والجموع التي تشارك عبر أرضية هذا الميدان. بينما نقلة ممتازة إلى المركز الثاني، هنالك الوصول من الحنيش لفهد بن ناصر بن شويمي. الكرام المركز الثالث، هنالك التسلل من مبلش لحمد بن علي بن راشد المري. المركز الرابع وصولا ببراق لعلي محسن بن صالح المري. المركز الخامس، يا سلام الله، اذا النشمي طالم بن سعود بن ناصر العجمي. ها هي السلالة تشارك بهذه الأشواط، أشواط الصغار. إذا 5 مراكز أعددناها لكم بالوفاء والتمام لهذه الأشواط الجميلة التي نتشارك بها هذا التعاون، بطولة التعاون الخليجي. مع نعود إلى مقدمة الشوط، هنالك المتسيطر رعد تعود ملكيته عسيلان بن فهد بن صقر العسيلان مشاركا بأول المراكز. المركز الثاني، يا سلام يا مبلش، مبلش مبلش تعود ملكيته حمد بن علي بن راشد المري. المركز الثالث، يا سلام الوصول الممتاز من براق علي محسن بن صالح المري. المركز الرابع، هنا النشمي لطالب بن سعود بن ناصر الفهادي العجمي مشارك مع المركز الرابع. المركز الخامس، هنا المسيطر والتسلل الجميل بهذه اللحظات، وصول شواش علي بن شريان بن محمد المري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المنافسة، أعود إلى المعركة التي بدأت بالمنافسة الجميلة مع منعطف الاتحاد الذي بدأنا بالوصول خطوة بخطوة. ومع مقدمة الشوط رعد 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 رعد، يا سلام عسيلان يا عسيلان يا عسيلان، هنا المنافس، هنا القوة والجدارة، هنا المعركة التي بدأت بهذه اللحظات الجميلة. نقلع المركز الثاني، وصول كفو علي بن عبد الهادي بن شهير المري. المركز الثالث، هنا مبلش حمد علي بن راشد المري. رابعا المرتبة الرابعة تصل بهذه اللحظات شواش علي بن محمد المري مشاركا على المركز الرابع. المركز الخامس، أرى الشعار عبد الله بن عبد الهادي بن جديد الهاجري مشاركا بهذا الشعار. الوصول من مشاغب، يا سلام يا سلام. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المعركة، أعود إلى من يتسلم هذه الأمور الجميلة الذي غير على مقدمة الشوط. هنالك المقدمة، هنالك كفو، وانت كفو يرعي كفو.
علي بن عبد الهادي بن شير المري اول المراكز مع كفو. يا سلام يا كفو. اذا بمقدمة الشوط المركز الثاني هنا الوصول من شواش علي بشريان المري. يا سلام. المركز الثالث يصل بهذه اللحظات رعد العسلان العسلام. لكن اعود مع كفو علي بن شير المري. السيارة بالانتظار السيارة بالانتظار. يا سلام يا سلام. اذا بالفعل كفو علي بن عبد الهادي بن شير المري. والمركز الثاني الوصول من شواش وكفو. يا سلام. اذا اللحظات الاخيره السويك بالانتظار. اذا كان من نصيب. يا هل ترى بالفعل كفو. اذا التهانينا والناموس للسيد علي بن عبد الهادي بن شير المري وحصوله على السيارة. المركز الثاني شواش لعلي بشرية بن محمد المري. ثالثا كان من نصيب جابر بن مسعود بن جابر المري. خامسا كان من نصيب رعد عسيلان بن فهد بن صقر العسيلان. خامسا كان من نصيب مبلش لحمى